كريسبي سالمون بالعسل. عندي قطعتين من سمك السالمون نظفته وشلت منه الجلد وحطيت عليه شوية أوشتر صوص وشوية صويا صوص قليل الملح. خليهم ساعتين بالثلاجة وأسوي التغطية. شوية ملح موايد، ملعقتين صغار ثوم بودرة، ملعقتين صغار بهار إيطالي، ملعقة كبيرة بابريكا حلوة، ونص كوب من البانكو اللي هو البقسماط الياباني. نحط زيت زيتون على السالمون عشان يتغلف عندنا عدل. بعدها عقب ما نقلفه بهالخلطة نحطه شوي بالفريزر. خلنا نسوي الصوص. نص كوب بروب يوناني، ربع كوب مايونيز، ملعقتين كبار عصير ليمون، ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملح فلفل أسود شوية، وعندنا أي معجون فلفل حار عندكم حطوا منه شوية وخلطوا. الحين راح ندخل الفرن عشان يستوي. نسوي التغطية الأخيرة اللي هي ثلث كوب عسل وملعقتين كبار من السراشة. بسرعة يستوي، ما أخذ وقت. نحط عليه التغطية ونتأكد أن الحبات تغلفت عدل وبالعافية.